معتي بالدوحة رئيس الهيئة الدولية للمهاجرين والمستقيمين المغاربة والعالم. كان لنا الشرف تنظيم حفل وطني بمناسبة عيد المسيرة المظفرة من تنظيم الهيئة الدولية للمهاجرين والمستقيمين المغاربة والعالم، وبتنسيق مع ولاية جهاز قلميم ودنوم وبدعم مندوبية الثقافة ومجموعة مدارس بالدوحة. الحفل عرف نجاحا الحمد لله تاريخيا، تخلت مجموعة من الأنشطة والتي تجسد روح الاحتفال بالمسيرة الخضراء المظفرة. الهدف من هذا النشاط هو تجسيد روح الاحتفال بالمسيرة المظفرة الذي أحيتها معنا مجموعة من الجمعيات، على رأسهم جمعية الخير لكفالة اليتيم، ومجموعة من النسوة من تعطير النادي النسوي التابعين لوزارة الشباب والثقافة. كذلك تخللتها مجموعة من فنون القتال في التيكواندو من طرف جمعية الصمود والميم، وتخلل كذلك الحفل أمسية فنية سهرة عليها مجموعة من الفنانين يعني من مختلف التحوين، أمازيغي وصحراوي، والحمد لله كان هناك مزيج، وإن دل هذا إنما يدل على الاحتفال والبهجة والسرور بهذا اليوم الوطني التي نتمنى أن تكون هذه الذكرى دائما نستحضرها ويستحضرها جميع المغاربة بصفة عامة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.